الأوان والمتابعة لابتسام أدريس. بعد أن خانه الحظ منذ انطلاق الموسم، الكوكب المراكشي انتظر الوفد الجديد شباب قصبة سدلة ليوقع على أول انتصار له خلال هذا الموسم، فكشر عن أنيابه منذ البداية إذ لم يمهل التدلويين الوقت حتى سجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق البرازيلي غليسون دي سوزا. شباب قصبة سدلة بدوره لم يكن بالخصم الهين إذ رد الصاع صاعين على بعد 3 دقائق وسجل هدف التعادل بواسطة اللاعب خالد بالحمس. حرارة اللقاء ستنخفض بعد أن استشعر كلا الطرفين خطورة الآخر، لتبقى الكرة حبيسة وسط الميدان مع ظهور بعض المحاولات الضائعة لكلا الفريقين، غير أن الدقيقة 37 ستحمل الجديد لأشبال المدرب جواد الميلاني بتسجيل الهدف الثاني، جاء من إمضاء اللاعب أحمد الأطلسي، وعلى إيقاع هذا الهدف انتهى الشوط الأول بتقدم الكوكب المراكشي بهدفين مقابل هدف واحد. بعد شوط أول كشفت فيه الأوراق كان لزاما على الفريقين إعادة ترتيب الخطة، فجاء الشوط الثاني بحذر كبير لم ينجح فيه أبناء مراكش في تعميق الفارق وفشل فيه شباب قصبة سدلة في إدراك التعادل. المباراة شهدت طرد اللاعب البرازيلي غليسون بعد تدخله الخشن في حق أحد مدافعي التدلويين، فجاءت الغلبة لأبناء مراكش الذين بصموا على أداء جيد سيعيد لهم الثقة خلال المواجهة المقبلة. يعني فوز الكوكب المراكشي اكيد بانه لانه الفوز الاول